أهلا بكم في قراءة اختار كارت. هنعمل دلوقتي اختار كارت للعلاقات الأون والأوف، سواء دي كانت مجرد علاقة أو حتى أنت وشريكك أو أنت وزوجك، علاقة غير مستقرة شوية. بيكون الشخص ده كويس معاك شوية مش كويس معاك، مش لازم حتى تباعد، يعني ممكن تكونوا متجوزين أو اوريدي موجودين في علاقة مش منفصلين، ما بيكونش فيه أوف، ولكن بيكون فيه برود في العلاقة، بتحس ان في مسافة او في حاجز ما بينك وما بين الشخص ده. فهنشوف ليه الشخص ده بيبعد، هل بطل يحبك، هل في حد تاني، هل في حاجة مثلا قفلته منك، العلاقة دي هتستقر ولا لا. هنحاول ان شاء الله على قد ما نقدر نجاوب اكبر قدر من الاسئلة دي، وكمان ناخد لك نصايح ازاي انت تطور من نفسك، ازاي تحافظ على العلاقة دي، ونصائح من الملائكة تفيد العلاقة علشان نعرف إن شاء الله مصيرها إيه. فأتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. إحنا معانا مجموعتين، أول مجموعة هتكون الشمعة الموف أو الكروت دي، وتاني مجموعة الشمعة الخضراء أو الكروت دي. في حروف برضو هسيبها في أول تعليق، هتكون حروف الشريك أو حروف الشخص اللي هتحط نيتك عليه. أنا هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ على طول إن شاء الله. أوكي، خلينا نبدأ بأول مجموعة. الناس اللي اختارت الشمعة الموف واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف إن شاء الله خير. تمام. هي العلاقة دي في قدامي هنا سيناريوهين، ممكن تكون العلاقة دي علاقة رباعية، يعني انت عرفت ان الشخص ده متعدد العلاقات فرحت ارتبطت انت كمان علشان تضايقه، وبقيتوا انتوا الاتنين مرتبطين فاصبحت علاقة رباعية مش علاقة ثلاثية، وانت بتقول انا هعامله بالمثل وزي ما بيضايقني هضايقه، وهو مش احسن مني علشان يعاملني بطريقة وحشة ومنتظر مني ان انا عامله كويس، فانت بتعامله بندية وحاطط راسك براسه وبتقول عايز يبعد يبعد. ممكن يعني انت تكون شاكك فيه مثلا وتأكدت من شكوكك فقلت وربنا لانا انتقم منه بقى يعني واخد حقي بدراعي. فانت شوية يعني مش قصة ان انت يعني متضايق، انت عايز تاخد حقك لان انت حاسس ان انت مظلوم. هو ما كانش يتوقع ان انت ممكن تكشفه او ان انت تتعامل معاه بالاسلوب القوي ده، ف يعني هو حاسس ان هو خسر كل شيء، خسر العلاقات اللي هو بيدخلها وخسرك وخسر كل حاجة يعني، وقاعد حزين ومتضايق. حتى لو كان تزوج على فكرة واكتشفت ان هو تزوج عليك، فهو مش سعيد في هذا الزواج ده بسبب ان انت كشفته وعرفت حقيقته وبعدت عنه. لان انا شايف هنا في السيناريو ده احنا داخلين نشوف القراءة ليه هو اللي بيبعد وليه هو اللي اون والاوف. احنا طلع لنا هنا ان انت اللي بعدت مش هو، وده بسبب ان انت اكتشفت اصلا ان هو موجود في علاقات تانية من وراك. فحتى هو شايفك كده، شايفك ان انت قفلت منه وان انت قاعد حزين ومكتئب ومتضايق وفقدت الثقة في الناس كلها. صحيح في تليباثنج وفي تخاطر ما بينكم، لكن انت خلاص قفلت منه وقفلت من العلاقات دي كلها وما بقتش عايزه. هو شايفك كده يعني، او دي وجهة نظره فيك، او دي الطريقة اللي هو شايفك بيها. الشخص ده حزين جدا، حزين انه يعني صورته اتهزت في عينيك،
وهو بيراقبك من بعيد، لكن طبعا ملوش عين ان هو يكلمك او ملوش عين ان هو يوري لك وشه، ومتضايق جدا بسبب الموقف اللي حصل ما بينكم ده، ومش عارف يودي وشه منك فين. هو متضايق جدا، وفي نفس الوقت هو مش عايزك تبعد عنه، مش عايزك ان انت ترتبط بحد تاني. انت ممكن تكون حتى ما ارتبطتش بحد تاني، بس انت بتظهر له ده. المهم ان هو حزين جدا ومتضايق، يعني ما كانش يتمنى ان دي تكون نهاية العلاقة، ما كانش يتوقع اصلا ان انت ممكن تكشفه بذكائك وتعرف عنه كل خبايا يعني. فدي حاجة مضايقة قوي. هو شايف دلوقتي ان كل واحد منكم مشغول بحياته، سواء العملية او العاطفية الاخرى، وان انتوا مش مركزين مع بعض، وان كل واحد منكم دلوقتي بقى عنده اولويات في الحياة غير الاخر. فدي حاجة مضايقة جدا ومخلياه مش عارف يعمل ايه، هو عايز يقرب منك. في حد تاني في حياته دلوقتي؟ ده في كتار يعني. انا بقول لك الصراحة، بقول لك يعني انا عارف ان في عك كتير هنا، لكن ده اللي ظاهر قدامي. في بيكلم اشخاص كتير على السوشيال ميديا، في علاقات عابرة، يعني انا شايف ان هو في علاقات كتير هو موجود فيها، يعني انا مش هكذب عليك. فاه بيتواصل مع اشخاص تانيين، مجرد تواصل، الا لو كان بقى هو متزوج وانت عارف، وفي الحالة دي زي ما بقولك هو مش سعيد على الاطلاق في الزواج ده. مشكلة العلاقة ما بينه وما بينك ان انتوا الاتنين مش عارفين تتفاهموا، مش عارفين تشعروا بالسعادة مع بعض. دايما كل واحد منكم عنده شكوك في التاني، في قيود، انتوا حاسين ان انتوا مش عارفين تطلعوا من القيود دي. يمكن مثلا قيود اجتماعية، قيود عائلية، ما اعتقدش ان هي قيود مادية خالص، ما اعتقدش، الا لو كنت انت مثلا اغنى منه وهو مش بيقبل مثلا ان انت تصرف عليه او ان انت حاجة زي كده. المهم ان انتوا في ما بينكم قيد، اعتقد ممكن يكون حاجة مادية، يعني انت ممكن تكون اغنى منه بكتير، خصوصا ان انت طالع في طاقة الكوين اوف بنتيكل، ملكة النقود، وورا منك الايس اوف بنتيكل برضو، وهو اللي بيخليه يبعد ان هو عايز يكون الكينج اوف بنتيكل، عايز يتساوى بيك. انت ملكة النقود، وهو عايز يكون ملك النقود، عايز يبقى زيك. هو حاسس ان انت أعلى منه بكتير، ودي حاجة شوية بتقلل منه وبتحسسه شوية بعدم الثقة في نفسه برضه. فهو شايف إن المفروض إن هو يشتغل كتير، يجمع أموال علشان يكون زيك أو في نفس مستواك يعني. فهو ناوي إنه هو حاسس شوية بالظلم برضه، حاسس إن انتوا مش متفقين، فهو عايز يكون متوازن، يحقق التوازن لنفسه، وفي نفس الوقت هو مش عايزك تبعد عنه. انا بشوف انه هيكون في فرصة، ولكن الفرصة دي مش دلوقتي لإصلاح العلاقة، وشوية في طاقة كبر مستمرة معاكم لفترة قدام. انتوا الاتنين كل واحد هيبقى متنك على التاني ومتكبر على التاني، لحد ما تقدروا ان انتوا توصلوا لحاجة مع بعض، او يكون هو حسن ظروفه يعني. فنصيحتك انه انت تكمل للامام عادي، ما تحاولش ان انت تتمسك بيه حتى لو انت لسه بتحبه، كمل في طريقك كأن العلاقة انتهت، رجعت بتحسن اهلا وسهلا، ما رجعتش ما توقفش حياتك عليه يعني. دي برضو نصيحة ليك، وخليني برضو اخد لكم نصائح الملائكة. بس قبل ما ناخد نصائح الملائكة، احنا عندنا هنا برج الحمل، برج القوس، برج الميزان، الأسد، القوس تاني، بس والطاقات كلها موجودة، بس برضو ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. خلينا نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. باشن، اسمح لقلبك ولروحك إن هما يغنوا بالمرح. انتوا محتاجين تتعرفوا على بعض اكتر، لان مهما كنتم قريبين من بعض انتوا ما تعرفوش بعض كفاية عن قرب، فمحتاجين ان انتوا يكون في ما بينكم حوار عميق تتعرفوا على بعض فيه اكتر من اول وجديد. خلينا برضو ناخد كارت من هنا.
meditation brings answer. محتاج ان انت تعمل meditation، تعمل تأمل وتبص للعلامات اللي بتجيلك. في علامات هتجيلك من ورا التأمل اللي انت هتعمله ده، وفي رسائل كتير هتجيلك، فحاول انك تعمل meditation كتير. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الاول، الناس اللي اختارت الشمعة الموف. ويخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده. اوكي، ونروح بعد كده للاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الشمعة الخضراء واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. خلينا نشوف خير ان شاء الله. اوكي، الطاقة بتاعتك التو فوند. اولا الشخص ده مش من نفس بلدك، يعني لتسعين في المية منكم انتوا في بلاد مختلفة، او لو انتوا من نفس البلد فالشخص ده بيسافر كتير، او دي علاقة انترنت، او انت وهو 90% او اكتر من التواصل اللي ما بينكم من خلال الانترنت. فيا اما ده حد انت عرفته من على الانترنت، يا اما تواصلكم كتير على الانترنت، او هو شخص بيسافر كتير او من بلد غير بلدك. المهم ان انتوا في مسافة ما بينكم، ومعظم التواصل ما بينكم اونلاين، يعني مش من نفس بلدك الشخص ده. للبعض منكم كمان ممكن تكون انت بعت وديته ظهرك ومشيت، لكن ما زلت بتحن ليه. فالمهم انه انتوا التواصل ما بينكم قوي جامد، واغلبه كمان تواصل روحاني. لبعضكم كمان ممكن يكون حصل ما بينكم طلاق والعلاقة دي انتهت، لكن انتوا ما زلتوا متواصلين مع بعض بالروح، او بتتواصلوا مع بعض من وقت لاخر، يعني شوية بتبقوا كويسين شوية مش كويسين، بس التواصل مستمر. المهم ان هو شايفك ان انت شخص طيب قوي، شخص متسامح، كل مرة بتبعدوا عن بعض فيها وبيرجع يكلمك بتكون طيب وكريم معاه وبتتقبل ده، ما بتحسسوش ابدا ان انت متضايق من البعد ده، ولا بتلوم عليه ولا اي حاجة. يعني بالعكس، ده انت ممكن تكون مجهز له كلام حلو ومجهز له هدايا، فهو شايفك ان انت شخص طيب، وانت كده فعلا على فكرة، ومتسامح جدا. شوية الشخص ده مشاعره مذبذبة تجاهك، ومش عارف ياخد قرار بشأن علاقتكم، في حاجة مخلياه متردد. وممكن يكون الشخص ده للبعض منكم برضو متزوج، وده مخليه متردد في ان هو يقرب منك، او شايل مثلا مسؤولية اهله ومسؤولية اسرته، وشايف ان الزواج منك هيكون يعني مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة عليه. بالظبط، هو بيحاول يقاوم مشاعره تجاهك، بيحاول ينكرها بس مش عارف، وبيشعر بالألم وبيشعر بالعذاب ان هو مش قادر يتزوجك، مش قادر يكون معاك في علاقة ناجحة وفي علاقة مستقرة. هو زي ما قلتلك شايف ان انت شخص طيب، شايفها علاقة تواصل روحاني، شايف ان انت زوج رائع ليه، ومش مبسوط في ان الزواج، يعني فكرة الزواج دي حاجة صعبة، دي حاجة مضايقة جدا. هو الشخص ده مش موجود في علاقات تانية، لو انت بتسأل مفيش حد تاني في حياته لو بيبعد عنك، فهو علشان الضغوط والمسؤوليات، مش علشان انت شخص وحش، ومش علشان في حد تاني موجود في حياته. الشخص ده زي ما قلت لك بيسافر، ويمكن هي دي العقبة اللي في العلاقة، ان هو بيسافر كتير، ممكن دولة تانية،
وده مصعب العلاقة ما بينكم يعني. فهو بيسافر علشان الفلوس، علشان يجمع فلوس، علشان يظبط نفسه مهنيا. هو غالبا بيعمل مشروع او بيعمل بيزنس في دولة تانية، وبيسافر كتير علشان البيزنس ده، ومستني فلوس تجيله، مستني مكاسب معينة تجيله. المهم ان هو عايز يرجع العلاقة تاني معاك، خصوصا لو كنتم متجوزين او لو كان في ما بينكم اطفال، فهو عايز يرجع العلاقة دي معاك مرة تانية. يمكن الموضوع هياخد شوية وقت لمسائل تخص العناد، الكرامة، جمع الأموال. المهم إنه مصير العلاقة هيكون الزواج إن شاء الله. حتى لو أنتم متطلقين، هيكون في ما بينكم رجعة بمحكمة ورجعة بأوراق رسمية، وهيكون في ما بينكم جامعة مرة أخرى إن شاء الله. فأكيد في الفترة اللي جاية هيكون في فرصة ما بينكم، وهيكون في رجعة ما بينكم. نصيحتك ان انت كمان تاخد قرار يعني في حوار الاون والاوف ده. زي ما قلت لك، الاون والاوف ده مش بمزاجه، ومش شيء يعني هو مبسوط ليه. لو انت شاكك في حاجات تانية، فلا، شكوكك مش في محلها. انا بشوف ان الشخص ده شخص كويس، ولكن يعني فكرة الاون والاوف دي حاجة انت محتاج انت تتفق معاه عليها، ويعني تتقبلها لو ده هيناسبك. يعني دي كل القصة. خليني برضو اخد لكم نصائح من الملائكة. بس قبل ما اخد نصائح الملائكة، خليني اقول لكم الابراج اللي موجودة في برج الجوزاء، برج القوس، برج الحمل والاسد، السرطان، الميزان، الجوزاء لو ما كناش قلناه موجود تاني، هو والحمل، السرطان برضو موجود تاني، الثور، الميزان والدلو، الأسد تاني، والحوت. والطاقات كلها موجودة. وبرضو زي ما بقول لكم كالعادة، ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. فخليني أشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. عبر عن حبك. لو تحب انت تاخد الخطوة الأولى وتعبر للشخص ده ان انت ما زلت بتحبه، ان انت متسامح معاه، ان انت مستعد ان انت تتفاوض معاه وتضعوا اتفاق للعلاقة دي، تقدر تعمل كده. لو تحب تقدر ان انت تاخد الخطوة الأولى وتعبر. لو حاسس ان انت عايز تعمل كده، مفيش مشكلة أبدا في ده. بيقولك انسى الماضي، جه الوقت ان انت تنظف طاقتك من الأشياء السلبية اللي حصلت في الماضي، لأنه دي أسباب وهمية وهتضر العلاقة أكتر ما هتفيدها. فحاول تنسى الحاجات اللي كانت بتضايقك، تفتح صفحة جديدة، تعبر عن حبك، تتفهم الموقف بصورة أوضح وبالشكل الصحيح، وتاخد خطوة مع الشخص ده للأمام، تفتحوا فيها صفحة جديدة مع بعض وانتم متقبلين بعض. لو تحب ان انت تعمل كده، خليني برضو اخد لكم كارت من هنا. إذا كنت تؤمن كل حاجة هتبقى تمام، وكل حاجة هتمشي لصالحك. لو أنت فعلا آمنت إن هي هتمشي لصالحك، فأنت محتاج تكون إيجابي. زي ما قلنا لك، محتاج إن أنت تزيل الأفكار السلبية من دماغك وتستبدلها بأفكار إيجابية، وتقبل وتفتح صفحة جديدة مع الشخص ده. ولو أنت آمنت إن كل حاجة هتبقى تمام، فكل حاجة هتبقى تمام، لأنه قانون جذب. فحاول تخلي أفكارك إيجابية علشان تتحول لواقع. اهو قالك اعمل تسامح، انسى كل اللي فات وخليك متسامح، خليك ايجابي. في تسامح لازم يحصل علشان العلاقة دي تكمل، فخليك متسامح، خليك ايجابي، انسى اللي فات. كل الافكار السلبية اللي موجودة عندك دي اوهام وتخمينات ملهاش اي اساس من الصحة. الحقيقة دلوقتي انت عرفتها، فتعامل على اساسها وتسامح بقى وانسى اللي فات ده علشانك قبل ما يكون علشانه. هو اصلا ما عملش حاجة وحشة، ما عملش حاجة تضرك، وشايفك بصورة كويسة قوي. ولو كان بيبعد، فهو بيتألم جدا في البعد ده، ويعني بيعصر على نفسه 100 ليمونة، وقلبه بيوجعه، لكن هو ما بيبينش، وبيحاول ان هو يسيطر على نفسه ويسيطر على مشاعره. ففي حاجات كتير انت ما تعرفهاش، حاول تديله فرصة وحاول تسامحه، لأنه شخص كويس وشخص يستحق يعني. فحاول إنك تعيد النظر وتفكر مرة أخرى وتعمل تسامح
عن اللي فات. ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، الناس اللي اختارت الشمعة الخضراء. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.